كمان بقى؟ كمان محضره لك ماسك حلو جدا، عباره عن ايه؟ بصي بقى دي هتستسهليه اكتر من ده. عباره عن سكر وليمون. ادي الليمونه بتاعتي، هحطها في السكر بالشكل ده اهو. ادي الليمونه احطها في السكر بالشكل ده، واعمل ايه؟ كده على بشرتي، شايفين؟ اعمل فيها كده على بشرتي. عايزه اقول لك السكر اولا هيشيل اي طبقه ميته على او جلد ميت على وشك، خلاص ده السكر هيقشر الجلد، هيخلصنا من طبقات الميته اللي بتسبب مره على الثانيه على الثالثه ان احنا بنسيبها، اللي بتسبب اسمرار في لون البشره. الليمون بقى، الليمون بيساعد على تفتيت دهون البشره عشان هي بشره دهنيه، وبيزودها فيتامين سي. فيتامين سي زي اللي كنت بتكلم دلوقتي اللي هو موجود في الطماطم، بيساعد على تفتيح البقع الداكنه في البشره. كده بس، كده بس، واسيبه بعد كده ها تلت ساعه واشطفه. ده يعني ده مره في الاسبوع، ده مره في الاسبوع، ما بينهم يومين ثلاثه خلاص كده. وبعدين هلاقيها بتقل السكر، اروح جايبه تاني واعمل كده. طيب ده بالنسبه لي ايه؟ التصبغات البنيه للبشره الدهنيه، التصبغات البنيه الداكنه للبشره الدهنيه. طيب